كيف رجع. الله يعاود لك محبه صبر الحاجه، الله يعاود لك محبه صبر. ترجع له الله يصبركم. ما اجي ماما متابعينا الكرام، مرحبا بكم جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. كنت معنا مباشرة يعني لحظة وصول الأم ديال سي صلاح الدين العماري الله يرحمه والله يوسع عليه. يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بعد كيهضر معايا مسحت غادي يموت في الوجاعة. لا إله إلا الله. شو الله يرحمه ويحق لنا الله يرحمه. يمشي آخر مرة دويش مع الحاج. السلام عليكم خويا، خد انت الاخ ديال السي صلاح الدين. المهم نسيبو نسيبو، خاش عطاني شي كلمه في السي صلاح الدين. اش غادي نقول لك شي على الطلاق؟ انا سولت الام ديالو، يعني قالت لك مع الخمسه ديال العشيه راه تيهضر معاها، ولا راني غادي ندخل نفريو. سميتو تعيطوا لي بالليل، قال لي راه خصنا ضروري نمشيو. سميتو راه فاش جينا في الطريق عيطوا لنا قالنا راه تشوفوا جيتو من مكناس. البركة في راسكم والله يعوض محبة صبر إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا. شنو أثرك لما قال لك عمي؟ واش كان كيدوي معك عادي؟ ما كنتش كتحسو بلا مريض لا والو؟ كيوجد البرنامج ديالو، كان فرحان بالبرنامج الجديد ديالو. ماشي عادي يدير البرنامج ديالو، ما عندو حتى حاجة. لا حتى وصل للدار عاد وصل للدار. ما كانش عندو حتى شي علامة مرض وما كان كيشكي حتى شي حاجة. الموت فجاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف
هذا خويا ناخذو معاك عرفت؟ عرفت قول لنا زعما اش كيجيك اولا باش نعرفوك انت كشخص واخر مره تلاقيتو به خلاص انا هو الخال ديال الابنه ديالي هو واخر مره يعني هذه واحد 3 شهور انا ما شفتوش الام ديالو عيطات لي بلي قالت لي واش ممكن تدينا سميتو راه صراحه الدين زاد عليه الحال لا واخا يعني هي ديك الطريق باش نجي عندهم انا الدار يعني شي حاجه ماشي هي هذيك صافي فاش ركبوا في الطوموبيل عيط لها الاخ ديالو وقال لها راه صافي راه وهي راه اخر خطره هضرت معاه 5 د العشيه راه كتهضر معاه كان كاين شي مشكل كتهضر معاه ما كاين حتى شي مرض المهم عنده شويه ديال لاطونسيون يعني ماشي زعما شي حاجه 5 د العشيه راه كيهضر كيهضر مع مو من بلاطو من وسط قناه كيفاش تلقيتوا الخبر يعني كيفاش كالصاعقه هو كاع المغاربه شفنا كاع التعاطف ديال المغاربه شنو ديال الام فانتوما كعائله الام ديالو زعما حاله مزريه ما حسينا لا بالطريق لا والو حول ولا قوه اخر مره سمع شي صوت ديالو دويتي معاه اخر من انا واحد 3 شهور واخا خويا شي دعوه باش نختموا شي دعوه معايا الله يرحمه ويسع عليه ونتوارجى لنا ان شاء الله هادشي اللي شكرا لك خويا ان شاء الله يا رب العالمين. اذا متابعينا الكرام مرحبا بكم من جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. ف يعني متابعينا كنا مع لحظه الوصول ديال الام ديال السي صلاح الدين العماري اللي الله يرحمه يعني شفنا التعاطف ديال جميع المغاربه شفنا يعني على ان جميع المغاربه بحال فقدوا واحد من العائله او فقدوا اخ ديالهم يعني بحكم التواصل اللي كان عند سي صلاح الدين مع المواطنين ومع جميع المغاربه فشفنا يعني كان كيدوم معهم كاخ كاب ك يعني كبزاف ديال الامور خصوصا في ديال هذه الجائحه هذه فيعني شفنا التواصل اللي كان بين سي صلاح الدين وبين جميع المواطنين المغاربه يعني لدرجه على ان الناس ولاو كيلوحوا في لي ستوري ديالهم الناس ولاو كيبغوا صلاح الدين لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. نتمنوا من الله العلي العظيم على انه يعني يرحم سي صلاح الدين واكيد على اننا جميع ففقدنا يعني واحد من رموز اولا من رموز الصحافه الوطنيه يعني فقدنا الشخص الخالوق فقدنا الشخص الاخ فقدنا بزاف يعني ديال الامور سي صلاح الدين اللي محال واش نلقاوها مازال في انسان اخر محال واش مازال نشوفوا هاد الخصال اللي كانت فيه في انسان اخر فنتمنوا من الله العلي العظيم على انه يرحمه ويتغمضوا بالرحمه ديالو وينزل الصبر ينزل يعني الصبر على الاهل ديالو اللي كان شفنا الوالده ديالو الحاله اللي دخلت فيها فما يعني ما صبراتش على الابن ديالها شفنا العائله وشفنا الاهل ديالو يعني شفنا التاثر اللي كان فيهم فالله يرحم سي صلاح الدين والله يوسع عليه الرحمات والله يرزق الاهل ديالو الصبر ويا رب العالمين. فاحنا دائما معكم متابعينا من امام مستشفى الاقليمي مولاي عبد الله بمدينه المحمديه. يعني كنشوف بزاف ديال التعاليق الله يرحمه فقدناه الله يرحمه يعني فهذا هو الدور ديالنا هو اننا نشهدوا يعني بالاخلاق اللي كان كيتمتع بها سي صلاح الدين ونشهدوا يعني بروح الوطنيه اللي كيتمتع بها سي صلاح الدين ونشهدوا يعني يعني الطيبوبة ديال سي صلاح الدين يعني بزاف كي قلنا يعني واحد الخصال اللي ما نظنش على اننا نلقاوها مازال يعني في انسان اخر وما نظنش على اننا نلقاو مازال بحال سي صلاح الدين. يعني كاين سي صلاح الدين الغماري واحد توفى الله يرحمه والله يوسع عليه الله كي قلنا الاهل ديالو فالله يرزقهم الصبر والسلوان ان شاء الله يا رب العالمين. ديالو
اكيد اكيد خويا ياسين ابو علي. ف سي صلاح الدين كان يعني في المنزل ديال كل مغربي و يعني حتى الناس الكبار يعني حتى الناس الكبار اللي كنشوفوهم على انهم قطعت الصله بينهم وبين التلفازه المغربيه وبين يعني القنوات وبين السوشيال ميديا. فكنشوفوا حتى الناس الكبار ولات كتوصل الوقيته ديال 8 كيقول لك صافي دير لي صلاح الدين صافي يعني رجع ديك العلاقه بين الناس الكبار وبين التلفازه ويعني رجع الناس يتسناو شي حاجه مع يعني مع 8 مع يتفرجوا فيها و يعني كيشرح لك كمواطن بسيط عادي هادو عادي يعني وخصوصا دو على الناس يعني اللي ندو يعني على الناس اللي سميشو اللي كان عندهم يعني تواصل مع سي صلاح الدين فكيعرفوه يعني بطيبه ديال الاخلاق ديالو كيعرفوه كي قلنا بحسن الخلق ديالو كيعرفوه بالطيبوبه اللي كيتمتع بها وروح المواطنه اللي فيه وبزاف ديال الامور. فكيف كيقولوا كاع الاخوان ان لله وان اليه راجعون يعني الله يرحمه والله يوسع عليه الرحمات والله يعني ينزل الصبر على الاهل ديالو. كذلك خوتي كنشوف بزاف كيقول يعني والله الا مازال مصدومين فكل شيء مازال مصدوم يعني كل شيء مازال مصدوم. شو الوليده ديالو يعني كيفاش دخلاش يعني والصدمه اللي فيها يعني راه كلشي يعني الناس كيقول لك هضر معاهم غير مع الخمسه يعني غير مع الخمسه هضر معاهم فاكيد على ان كلشي غادي يكون مصدوم. ولكن فدائما الموت يعني داك الشيء بيد الله كنقولوا حنا ان لله وان اليه راجعون. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وان اليه راجعون. كذلك خويا بدر هذاك الشيء اللي كاين خويا بدر يعني ان لله وان اليه راجعون. كذلك اختي بشرى كذلك اختي كنتي وغتبقى احسن صحفي الله يرحمك وامرنا نساوك سي صلاح الدين راه سميتك بحال انسان صالح. كذلك خشي يعني اسم على مسمى و يعني سي صلاح الدين كان كيحاول على انه يصلح بزاف ديال الامور وكان كي يعني اش غادي نقول لك لا اله الا الله وصافي الله يرحمه والله يوسع عليه. ناديه كتقول ونعم الرجل من اطيب خلق الله الله يرحمك يا صلاح الدين يا ربي امين. ونعم الرجل كيف قلت شيخ ناديه يعني ومن اطيب خلق الله خصوصا الناس اللي يعني اللي كانوا في المحيط ديالو كيعرفوه فاكيد على انهم غادي يعرفوا هذا الخصال الزوينه ديالو. إذا المتابعين الكرام شكرا لكم وشكرا لتتبعكم. فما نساوش على يعني أننا ندعيو مع سي صلاح الدين بالرحمة والمغفرة هو الآن يعني الأهل ديالو والجثة ديالو يعني كاينين هنايا في السبيطار ديال مولاي عبد الله في المحمدية اللي غادي نقدروا نقولوا يعني وحنايا وياكم يعني بحكم العدد ديالكم تنتوما دابا اللي غادي نقدروا نقولوا هو الله يجازيكم بخير فالكل يعني في هذه الليله المباركه عند الله يعني ليله الجمعه يرفع يديه الله سبحانه وتعالى كيف نصحنا وكيف كان لنا اخ وكيف كان لنا سند وكيف كان لنا يعني ما كنساو على ان سي صلاح الدين كان صحافي ما كتقولش هذا صحافي كتقول هذا خويا هذا ولد دربنا هذا اخ ديالي هذا الا كنتي صغير كتقول هذا با بالطريقه باش كينصحك وبالطريقه يعني باش كيهضر معاك. فاحنا كصحفيين يعني كنا كنعرفوا سي صلاح الدين يعني بالاخلاق ديالو وبزاف ديال الامور غادي نختموا يعني هذا البث هذا واللي غادي نبغيو نقولوا
الله يجازيكم بخير يعني كاملين كاملين في هذه الليله المباركه. نهزوا يدينا الله سبحانه وتعالى ونقول السي صلاح الدين الله يرحمك والله يوسع عليك السي صلاح الدين والله يجازيك بخير على داك الشيء اللي كنتي كتوصل ديال المعلومات اللي كنتي كتوصل للصغير والكبير، والله يرحم لك الوالدين والله يصبر الوالده ديالك اللي شفناها دابا دخلات هي والاهل ديالك في هذه الحاله يعني مسكينه ما صبروش عليك، الله يصبرهم والله يرحمهم والله يرحمك السي صلاح الدين والله يوسع عليك حتى انت والله يغفر لك والله يصبر الاهل ديالك. الاخت خوله بن زيان ان لله وان اليه راجعون من اطيب خلق الله الله يرحمه، كذلك شي خوله من اطيب خلق الله ومن اطيب خلق الله ومن اطيب خلق الله بالشهامه ديالو بالرجوله ديالو بروح الوطنيه ديالو يعني بالطيبوبه ديالو بروح المسؤوليه ديالو بسي صلاح الدين كامل اسم على مسمى الله يرحمه الله يوسع عليه. فغادي نختم هذا البث هذا، شكرا لكم متابعينا، وكيف قلنا يعني في هذه الليله ديال الجمعه المباركه اللي عزيزه عند الله نحاولوا متابعينك لاننا يعني سي صلاح الدين راه ما يتنساش يعني ما كاينش منه جوج كاين منه واحد ندعيو معاه داك الواحد عرفوا الكبير عرفوا الصغير عرفوا يعني اللي راجل كبير كاع اللي ما بقاش عنده صله بالتلفازه كيف قلنا فرج عليهم سي صلاح الدين هذه الشوفه هذه جذب الدور ديالنا هو مشى عند الله سبحانه وتعالى حنا باقيين هنايا اللي علينا وباش نعاونوه هو ندعيو ليه بالرحمه ندعيو ليه بالرحمه ندعيو ليه بالرحمه الله يرحمك السي صلاح الدين والله يوسع عليك والمغاربه كاملين غادي يدعوا معاك والمغاربه كاملين غادي تبقى في القلوب ديالهم حيتاش ما غاديش ينساوك خصوصا وما دوزوا معاك يعني في هذه الازمه هذه ديال كورونا. الله يرحمك السي صلاح الدين والله يوسع عليك والله يرزق الاهل ديالك الصبر والسلوان. شكرا لكم متابعينا كنشكركم يعني كنشكركم وكنعاودوا عاوتاني نقولوا لكم يعني فواجب علينا على اننا ندعيو مع السي صلاح الدين كاملين. اذا متابعينا ف يعني على نختموا بهاد الدعوات ديالكم الزوينين اللي كنتمنوا من الله العلي العظيم يوصلوا السي صلاح الدين في هاد الوقيته هذه ان شاء الله. اللهم اني اسالك له الدرجات العلى من الجنه امين. اختي خوله بن زيان امين، كذلك كنعرفوك اختي خوله ف غادي يكون انتم كزملاء يعني فغادي يكون لكم واحد التاثير كبير السي صلاح الدين. شفنا الزميل دابا اللي كان معكم حتى هو كان هنايا حضر يعني فكان عنده واحد التاثير كبير شفناه ليه شفنا الملامح ديال وجهه شفنا بزاف ديال الامور. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله ان لله وان اليه راجعون. انا كامل في صلاح الدين تخيل معايا حتى كنبغي نخشم هذا اللايف فكيجي عاوتاني شي كومونتير اللي ما كيخليكش تخدم او لا كتنسى راسك او لا شي حاجه. نتمنوا من الله العلي العظيم على انه يعني الصدمه وياه صدمه كبيره. فكيف قلنا يعني الدور ديالنا دابا كيف نصحنا السي صلاح الدين وكيف ورانا وكيف وجهنا وكيف بزاف ديال الحوايج، فالدور ديالنا دابا هو اننا حنا ننصحوه حتى حنا ندعيو ليه وندعيو للاهل ديالو. الله يرحمك السي صلاح الدين والله يغفر ليك والله يوسع القبر ديالك والله يصبر الاهل ديالك يا ربي امين. في هذه الليله ديال الجمعه يعني فندعيو ليه كاملين متابعينا. شكرا لكم وشكرا لتتبعكم، الى اللقاء.